السادس عشر من شهر أغسطس 2016. لهذا التاريخ ذكرى مؤلمة للرائد في الجيش الوطني نشوان الحيدري، حيث اقتحمت الميليشيات الانقلابية منزله واعتقلته في منطقة السيان بمحافظة إب، ومارست أبشع أنواع التعذيب بحقه. الساعة الرابعة والنصف فجرا سمعنا طارق للباب، أجبنا أمان، قالوا نحن الدولة. أتيت لأفتح الباب، زبطوا بقوة حتى خلعوه، ثم ذهبوا منزل شاهرين السلاح. سلمت أنا، اعتدوا على زوجتي بالضرب. سلمت، خرجت معهم، فتشوا البيت، أخذوا قطعة الآلي حقي الخاصة بي، مسدس مكروف، كسروا الدواليب، شاشة البيت، أخذوا، كان هناك مبالغ حق شباب في السعودية. نهبت الميليشيات محتويات المنزل ولم تكتفي بذلك، بل اعتدت على زوجته وروعت أطفاله، ثم أضافت فصلا آخر من التنكيل، إطلاق الرصاص على ساقه. وعندما قرر الأهالي إسعافه منعتهم، ثم اقتادته بعد ذلك للمشفى، وهناك مارست جريمة أخرى، أقدمت على بدر قدمه بعملية جراحية. أخذوني من بيتي، صوبوني خارج البيت، ومنعوا علي المسعفين من الإسعاف، ثم أخذوني إلى مستشفى القاعدة، ومن مستشفى القاعدة إلى مستشفى الثورة في إب، حيث أجروا لي 3 عمليات كلها عبثية. بالنسبة للطلقة كانت سطحية ولاحمة، لم يكن في كسر أو تمزق شرايين أو شيء. توثق جملة من التقارير الطبية مراحل الاعتداءات بحق الرائد نشوان، الذي أفلت من قبضة الميليشيا بصفقة تبادل للأسرى مع الجيش الوطني حررته من عذابات الميليشيا. بدأوا بالاعتداء علي بالضرب، بالاعتداء بالطعن بآلات حادة في أجزاء متفرقة من جسمي، تعليق 3 إلى 4 ساعات في الليل. بقدم واحدة يتنقل بين مدارس المدينة ليواصل مراقبة أطفاله يتعلمون، وهو ما يضاعف من مشقة الحياة عليه وعلى أسرته، في ظل تجاهل الكثير من الجهات لقصته المؤلمة. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.